ليه؟ لان السنه دي قام العالم اللي هي رونتجن باكتشاف اكس ريز، وبدا يدخلها في علاج الامراض والكانسر. وبدا العلم يتطور يتطور لحد ما حاليا حوالي نص الناس اللي عندهم كانسر بيحاكوا بالراديشن. وده كان السبب ان احنا حبينا نهتم اكتر بموضوع الراديو ثيرابي اكتر، وبصينا عليه اكتر وحاولنا نطور في الموضوع. فهنبدا معاكم احنا تيم بريكو 7 وهنوريكم الفايندز بتاع الريسيرش بتاعتنا. طيب اول حاجه هنتعرف عليها هو التايتل ريس بتاعت الراديو ثيرابي بالتحديد عن طريق ماثيماتيكال ابروتش هنتعرف عليها. طيب الراديو ثيرابي ايه هو الراديو ثيرابي؟ الراديو ثيرابي هو طريقه علاجيه بتستخدم هاي انرجي فيكس وريديو اكتف كيميكالز عشان تقدر ان هي تسبب دامج للتيومر سيلز الخلايا السرطانيه وتقدر تعمل جروث وتقدر تعمل برضه بريتريشن. الراديو ثيرابي كان ولا زال بيستخدم لحد دلوقتي فتره دايما اكتر من 100 سنه، واثبت ان هو فايبل اوبشن طول الفترة دي ولحد دلوقتي حتى مع ظهور ادفانس كلينيكال ستادي زي الكلينيكال ستادي. سنويا ساب اكثر من 7 مليون شخص بيتقطع علاج من خلال الاشعاع او الراديو ثيرابي، وده تقريبا نص نقطة السرطان. الطرق المعتاده للعلاج زي العمليات الجراحيه والكيمو ثيرابي اثبتت ليمتد امبروفمنت في نسبه اعطاء النقطه على الاقل. كل الاسباب دي وجهتنا ان احنا نستخدم الراديو ثيرابي ونطوره عشان نعالج مرض السرطان. لكن زي اي حاجه الراديو ثيرابي كان ليه عيوب ليه دروباكس ممكن تكون مضره. اولهم ان الراديو ثيرابي بيسبب دمج في خلايا الجسم السليمه زي ما هو بيسبب دمج في خلايا الجسم. والمرضى اللي بيطلقوا العلاج من خلال الراديو ثيرابي بيجي لهم ريسك ان هو يجي لهم راديشن انديوس سكندري مالجنس. فزي ما اتكلمنا في الاول الراديو ثيرابي فيه مميزات كتير جدا وكان احنا بنستخدمها. كان دورنا ان احنا نقلل الدروباكس. واول اوبشن عندنا عشان نقلل دروباكس وده اللي الفيديو بيولوجيست بيحبوه ان احنا نعمل اوبتمايزيشن للراديو. اوبشن ثاني كان معانا ان احنا نقدر نكونسنتريت الراديشن على الكيمو ماس في الجسم. ثالث اوبشن وده اللي احنا استخدمناه ان احنا نعمل فاكشنيشن ان احنا نقسم الدوز كميه الاشعاع من الاسابيع المريض على كميات معينه تدوم لفترات ممكن تدوم لاسابيع. عشان نقدر نحقق ده توجهنا ان احنا نستخدم ماثيماتيكال ابروتش. اول ماثيماتيكال موديل كان ممكن نستخدمه هو الاكورس اكس بي، واحنا كنا ناويين ان احنا نقارنه مع ماثيماتيكال الليفل الثاني ولكن لاسباب كوميرشال ما قدرناش نحصل على السورس كود بتاعه. فحولنا المين ابروتش بتاعنا ان احنا نستخدم كومبايند ماثيماتيكال موديل احسن هيقدر يكهدنا ان احنا نزود الافكتفنس بتاعت التريتمنت بتاعنا. كان هدفنا الاساسي ان احنا نقدر نعمل بالانس ما بين الاستراكشر اللي بيوصل للتيوب سيلز وما بين الهار اللي بيجي على الهيلثي بودي سيلز. وبعد كده عملنا اناليسيز للكومبايند موديل ده اللي احنا استخدمناه بهدف ان احنا نحسن او نعمل انهانسمنت للتريتمنت بتاعنا. طيب هو الموديل بتاعنا عباره عن اسمه الار اي دي موديل، تمام؟ اسمه رياكتيف افكتيف ديفيوزنج موديل. هو بيطبع على موديل قديم اسمه الار دي، بياخد في الاعتبار الاكتيف سيلز، تمام؟ هو بيعبر عن تكاثر الخلايا السرطانيه في الجسم. والديفيوز سيلز هو عباره عن انتشار خلايا سرطانيه لكن في نفس الوقت، يعني عباره عن ديفيوز، تمام؟ الجديد في الموديل بتاعنا ان احنا هناخد في الاعتبار الادكتيف سيلز، هيبقى اسمه الار اي دي ادكتيف رياكتيف ادفكتيف ديفيوز مود، تمام؟ الادفكتيف سيل ده اللي هو بيعبر عن انتقال خلايا سرطانيه من عضو اخر في الجسم، وده اللي ممكن يسبب سكندري مالجن، تمام؟ طيب في النهايه في النهاية الموديل بتاعنا عبارة عن بارشال ديفرنشال ايكويشن عادية هنحلها نيوميريكال ديفرنشال وهنقسمها تو ايكويشنز، ماشي؟ الايكويشن الأولانية هنحل فيها هنحلها بطريقة اسمها ترانك نتس ميثود، والايكويشن الثانية عبارة عن هايبربوليك بارشال ديفرنشال ايكويشن هنحلها بالابوين سكيل. احنا هنا عملنا تيستنج لاربع سيناريو وهنا احنا بنسيميليت التيومر جروب بتاعه. فهنا اول سيناريو عندنا ان هو مفيش اي جروب اصلا، فكده انا عدد الايام دي سيجمنت خالص مفيش اي جروب دخل الجسم. ثاني سيناريو عندنا ان انا هدي جرعه كامله يوم واحد وعدي بعدها بوستر دوز او جرعه تنشيطيه. ثالث سيناريو عندنا هو ان انا اقسم الدوز بتاعتي على 5 ايام وهدي جرعه تنشيطيه برضه، لكن اللي حصل عندنا في الرزاص
اول حاجه هنا الديش تي في، فطبيعي ان شكل الماكسيمم كونسنتريشن بيكون معايا هنا لحد الفتره اللي احنا حاطين فيها الدراسه بتاعتنا 80 دول. فاحنا هنا لاحظنا ان الكونسنتريشن معانا بيزيد لينير لحد ما يوصل للماكسيمم. هنا بنشوف شكل الريدس بتاعنا التومر، فبنلاقي ان الار نود هنا هو ده الريشيو ده الريدس، وبنلاقي ان الريدس بيزيد معانا لحد ما يوصل للماكسيمم فاليو بتاعته عند. هنا بقى لما احنا طبقنا الدروس قسمناها على 3 ايام، وده احسن سكين عندنا طلعنا بيه. فهنا بنلاحظ ان خلال الفتره الخمس ايام دول هنا بنلاقي ان الماكسيمم فاليو بتاعتنا بتنزل لحد وتوصل تقريبا كيما فاليو معينه عند الخمس ايام دول، وبعدها بترجع تنزل تاني. هنا بنلاحظ ان شكل الريدس معانا نزل لحد ما وصل للزيرو خلال الخمس ايام دول، وبعدها فضل لحد 47 يوم تقريبا مفيش اي تغيير في الريدس. فهنا دي فتره حلوه ان احنا نقدر ندخل اي فيشن تاني غير الريدس ثيرابي، فده يساعد اكتر ان احنا نقدر. ودي كانت احسن تيم عندنا في العالم. بعد الشباب عرضوا البروبلم ديفينيشن والماثيماتيكال موديل والريزلت اناليسيس، حاولوا تفصلوا الموضوع في 2 دقيقه. اول حاجه احنا كنا مهتمين بالمايوما سبرين تيومر، كنا استخدمنا الار اي دي موديل وعملنا اناليسيس دي، استخدمنا اربعه فاكسينيشن سكيلز عرضنا منهم اثنين. حاجه كمان الار اي دي موديل هتطلع من الكيبات بتاعتها مود ستوف ليه؟ عشان احنا قررنا نسال في الاجريكتور ان هو انتقال زي ما هو قالت انتقال الورم من السنس لمكان اخر، فاكيد الموضوع ده الدنيا هتنتشر. اخر حاجه وهي اهم اوبزرفيشن، ان التقسيم الكبير مش هو كان احسن حل، لا احنا لو قسمنا الدور على خمس ايام اللي هو التاريخ في السيناريو واللي ادى ان احنا ممكن نستخدم الاشعاع مع طرق علاج اخرى عشان نوصل لاحسن احسن كير. كان معاكم تيم ذا راديانت 7، اخويا احمد صباح.